أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجها لوجه. رحبوا معي بضيفي الكريم الكاتب الأستاذ عبد العزيز القطان المتخصص في الجماعات الإسلامية المتطرفة. مرحبا لك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا أستاذ، شرف بهذا اللقاء وياك. مبارك عليك الشهر أستاذ عزيز. عليك إن شاء الله. ظهر الإخوان المسلمين ما هم عندهم أحلامهم وطموحاتهم ودائما تركيزهم على الكويت، لأن هي البعض يرى أنها هي البلد الثاني بعد مصر، لأن فيها نوع من الحرية والديمقراطية ممكن يقومون ويحققون أحلامهم بالسيطرة على مفاصل الدولة. سؤال لك أستاذ عبد العزيز، ليش يعتبروا جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كامل النور سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سؤالك أستاذ محمد، يعني أنا أتوقع أنك أنت أشبعت خلال الفترة الماضية خلال سنتين عن طريق قناة الشاهد، لكنه يحتاج إلى شوي بعض الدقة وبعض التقعيد لهذا السؤال، لأن في بعض الناس يقولون هذا الكلام مبالغ فيه، بعض الناس يقول الكلام هذا صحيح، وأنا أقول أبدا، ما هي جماعة إرهابية، هي جماعة إصلاحية وجماعة اجتماعية وجماعة فكرية وتنشد. لكن القارئ الحقيقي بعيد عن الدغدغة المشاعر والعاطفة والعبارات وتزيين الكلمات وتزيين العبارات كلها، المتفحص القارئ الحقيقي لتاريخ الجماعات الإسلامية، ونركز الآن على سؤالك أن موضوع جماعة الإخوان المسلمين تحديدًا، يرى أن كلام حق بأغلب شعاراتهم ولكن يراد به باطل. وهذا مش ادعاء قناة الشاهد ولا عبد العزيز ولا محمد الملا ولا فلان يتكلم، التاريخ هو الفيصل في هذه النقطة. التاريخ والشواهد التاريخية والوقائع التاريخية والوثائق البريطانية. يعني أعطيك مثال صغير، لما تتكلم عن هذه الجماعة، أول شغلة في شغلة يعني أحب مقدمة بسيطة أتكلم فيها. إحنا مشكلتنا العالم العربي والإسلامي تحديدا نعيش ردات الفعل بالأزمات السياسية والأزمات الدينية. إلى الآن من سقوط الخلافة العثمانية إلى اليوم وإحنا نعيش ردات الفعل، حتى في المذاهب، حتى في المذاهب يستغلونها، تصير ردة فعل، تطلع لك أفكار، مجموعة أفكار، ينشأ لك المذهب الفلاني، ينشأ لك الفكر الفلاني، سواء كان وضعي ولا كان مذهب إسلامي. جماعة الإخوان المسلمين لما تأسسها حسن البنا، أسسها بظروف كانت النفسيات كلها تتمنى تشوف دولة الخلافة ترجع لسابق عهدها، لكن نهايتها كانت دكتاتورية والظروف اللي مرت فيها. استغل حسن البنا هذه الظروف اللي أو المنعطف السياسي الخطير اللي كان في نهاية الدولة العثمانية، واستغل حاجة الناس الفطرية اللي يحتاجون إلى الدين، يحبون الفطرة، يحبون الدين، يحتاجون كلهم متشوقين إلى هذا الدين. استغلها حسن البنا بظروف سياسية مشبوهة، وارجع أقول مشبوهة لعدة أسباب. أول سبب نشوءها في منطقة الإسماعيلية، وهذه المنطقة كانت أهلها في اليهود، ولا قصورا في اليهود، لكن أتكلم عن المنطقة والمكان، خصوصا جمعية الاتحاد والترقي عملت ما عملت في أواخر الدولة العثمانية، وأيضا بداية تقسيم الدول العربية. أيضا سن حسن البنا 21 سنة يقود جماعة، علامة استفهام كبيرة، ما في أعلام، ما في علماء، الأزهر ما كان موجود، ما في علماء موجودين سواء بالحديث ولا بالفكر، ما في قادة فكر، في شيء مشبوه. لاحظنا قبل كانت حركة التنوير السيد جمال الدين الأفغاني ولا الإمام محمد عبده ومحمد رشيد رضا، تم تهميشهم، ويبتدي بروز نجم حسن البنا، الرجل اللي حتى لما تقرأ في سيرة حياته، الرجل حتى معلوماته أو ثقافته الدينية متواضعة جدا ولا قصورا فيه. يعني الرجل بدأ على الطريقة الشاذلية في الطرق الصوفية، بعدين مدرس في مدرسة ابتدائية، بعدين درس على بعض العلماء اللي حتى ما لهم ذاك الوزن ولا ذاك الاسم اللي يشار له في البنانية، وتلميذ فلان الفلاني الإمام. فلما تكلم محمد عبده رأسا أربطه بالسيد جمال الدين الأفغاني، لاحظ اسمين، ها حسن البنا يا بأسماء ما حد يعرفها، هو رجل كان مجهول، حب الزعامة، حب الظهور، شنو كان؟ طيب الأطراف الآن، الدولة البريطانية بجلالة قدرها أسقطت الخلافة الإسلامية، شلون تسمح ببروز نجم حسن البنا في شيء مو طبيعي؟ تلاحظ التاريخ الآن، خليك من العاطفة، خلنا نقرأ بتفحص حقيقي، في شيء مو طبيعي صار هني، أحداث غيبت عن الناس، وبرز نجم شاب صغير تزعم العالم، حتى هو منهجية الفكرية تلقاها المنهجية ضائعة، شوي منهجة صوفي، شوي هو ماخذ من الفكر أهل الحديث، شوي ماخذ من الجماعات السلفية، شوي من الطريقة من أهل المذهب الأوزاعي، شوي من الحنفي، في ضياع، في تخبط حتى في منهج الفكري. يقول لا احنا ما عندنا مشكله، لا عندك مشكله، لان الانسان لما يتخذ له مذهب حتى في الدراسه الفقهيه، مش تعصبا للمذهب كثر ما هو عشان يكون انسان متمكن من الماده اللي يتكلم فيها،
أنا متخصص في مثلا الفقه الشافعي أو في الفقه الحنفي، هذا مجالي الآن تخصصت فيه عشان أنا أكون متمكن من أدوات البحثية والعلمية. الآن حسن البنا أنت عليك علامة استفهام كبيرة، أنت رجل تخبطت وأقرأ بسيرة حياتك من كتب الإخوان نفسهم، من كتب الإخوان نفسهم. أعطني أي كتاب، حتى الأوروبيين يتكلمون عنه، المستشرقين يتكلمون حسن البنا يتكلمون على هذه الشخصية، وهم يتفحصون بعيد عن العاطفة بعيد عن الكلام، يحاولون يفحصون هذه الشخصية تلقى عليه علامة استفهام. لاحظ شغلة، مثال، أول تبرع حصل عليه حسن البنا وهذا موثق بالتقارير البريطانية، أول تبرع حصل عليه حسن البنا كان من السفارة البريطانية في مصر. أول تبرع لبناء مسجد. شنو هالكرم، شنو هالتدين عندها بريطانيا تعطي حسن البنا؟ في مشكلة، في علامات استفهام كثيرة، عرفت شلون؟ هذا هني النشوء. لاحظ استغلال سذاجة الناس، استغلال الفراغ الديني ديك الفترة، فترة أتاتورك وسقوط الخلافة وتغريب، وفعلا كان في ظلم للإسلاميين وتغريب الهوية الإسلامية ضاعت أيام الدولة العثمانية. نعم هذه واقع، والناس عندها تعطش بفطرتها عندها تعطش تتمنى تشوف كانت حركة إسلامية أو فكر إسلامي، بس ما كانت حركة سياسية. حسن البنا دغدغ مشاعر الناس بهذا التوجه، تكلم بالقرآن والسنة، وهذا الشعار للكل يرفع الآن، حتى داعش الكل يرفع القرآن والسنة والإصلاح يا سيد العزيز يكفيك عنصرية من هالناس. كل الأحزاب السياسية كل مذاهبهم، لما ادعي بأن احنا مجتمع إسلامي، طيب وأنا شنو قدامك الآن؟ قول له قناة الشاهد العلمانية الليبرال، شنو هالتصنيف أنت من وياه؟ ومنو اللي قالك أن أنت الوحيد مسلم؟ أنت منو خولك؟ شون زارع داخل نفسك أن أنت المسلم الوحيد وتتكلم أن أنا أتكلم صاحب قناة إسلامية، هذه القناة غير إسلامية؟ يا أخي لمتى ما نبطل هالمصطلح هذا وهذه الثقافة المغلوطة عندنا بأن محمد الملا مو إسلامي حليق؟ مصيبة. شو لاحظ التصنيف، هذا التصنيف، هذه هي السذاجة اللي دخل فيها حسن البنا لعقول الناس. خصوصا لاحظ أن تركيبة الشعب المصري طبيعته طيب فتضحك عليه بسرعة بالكلام، وهذا اللي صار معهم تجربة الإخوان مع محمد مرسي، دغدغت المشاعر، الناس يبون حكم إسلامي، بس انصدموا بالواقع أن الواقع ما له علاقة في الإسلامي. هذه شعارات ما حد يصدقها غير السذج أو بعض الناس المقرر فيهم المساكين اللي عاملهم غسيل مخ. نرجع إلى حسن البنا، فهذا التأسيس الأساسي اللي أسس فيه حسن البنا هذا الفكر وأسسه، لاحظ بعدها حاول يغزي الأفكار وعرف فهم المجتمع المصري وحاجته، دخل عليهم باب الثقافي، حتى المسرح كان حركة المسرحية تابعة الإخوان، يعني طلع منهم عبد المنعم مدبولي بالمناسبة، عبد المنعم مدبولي الممثل طبعا من حركة الإخوان، يوسف وهبة كان معهم الحركة كان مهتمين بالثقافة. أول مرة أسمع عبد المنعم مدبولي، ويوسف وهبي كان من ضمن شلة الإخوان المسلمين. طب كان بالأساس قبل يطلعون يشهرون ياخذون وضعهم، يوم تأسست بالثلاثينيات كان دورهم متنفس أندية ولا مكان إنه يلقون لهم فرصة مسرحية، فكان جماعة الإخوان المسلمين مهتمين في الجوانب الثقافية سواء كانت رياضة ولا شعر ولا أدب ولا مسرح، فدخلوا وانضموا. لذلك تلاحظ تركيبة الإخوان المسلمين في دبي كان معهم مسيحيين وكان معهم 2 دروز، وهذه موثق الكلام كان يعني كانوا يلمون أطراف المسلمين. طبعا الكل، المهم كان هدف أني أنا أقوم هذا الفكر، ينهض هذا الفكر، طبعا أرفع شعار القرآن والسنة. ولاحظ حسن البنا لعب على كل الأطراف، لاحظ الصوفية وهو أساسا طريقة الصوفية بالبداية، عرفت شلون؟ وأن يتنصل عنها في بعض المواضع لكنها في الأساس حتى إحنا نحط مسلسل الجماعة الحين اللي خذينا من مصر، حتى طريقة تصوفها بدأت من هو عمر صغير. بالضبط لا هم يهتمون في طريقة التربية للتربية عن الشيخ، ولا هي مشكلة، لكن المشكلة أنك أنت تستغل. على فكرة الصوفية أبعد ناس عن السياسة، ولكن نزغ الشيطاني لما يكون في الإنسان هو كان يدور له فرصة، سواء دخلت بين الإخوان أو مع المسيح ولا مع فلان حركة، أبي لي فرصة عشان أستغل. قلت لك استغل الوضع السياسي الراهن، هو رجل ذكي من الطراز الأول، ودليل ذكاء أنه 21 سنة يسيطر على هذه العقول، هذا ما تصير 21 سنة عنده هذا الفكر وسيطر على هذه العقول. فالآن خدر الناس بالتعطش المحتاجين للقرآن والسنة، بعدين أسس هيكل للنظام. أقول لكم هي الإرهاب، أنت عندك دولة قائمة، دولة موجودة، الملكية موجودة، الملك فؤاد موجود، الملك فاروق عقبها موجود، عندك دولة قائمة مؤسسات، تجيل تقول لي تعال بسوي تنظيم بحجة أنه إرشاد، سويت لي مسمى المرشد عقبها أسوي لك مسميات، طبعا مثل حزب البعث رفيق وكذا واطلع وياك، أنت تدخل معي الأخ عقبها ترتقي وشروط لك معينة وعقبها بيعة
عقب يصير نظام بوليسري. تخيل هذا بروحه بحد ذاته يحسك ان انت جهاز دوله داخل دوله، وهذه قمه الارهاب وقمه المخالفه الاخلاقيه والقانونيه والفكريه. بس شنو يتحصنون برداء الدين؟ التحصين شو يكون؟ يا اخي دين، يا اخي احنا ناس دعاة الى الله ونامر بالمعروف ونهي عن المنكر، كلام حق. فلما تتكلم شو انت تطق بريك؟ اي صح يا اخي ناس دعاة الى الله، طيب كلنا دعاة الى الله، في مؤسسات، روح الازهر. يعني انت يا حسن البنا، اتدري دراسه الازهر من اصعب الكليات الاسلاميه في العالم؟ دخلت لك 11 سنه قعدت لك في الازهر، تخصصت وقدمت لي فكر، قدمت لي نظريه، كتاب تفسير محترم احطه فوق راسي اسمع، طلعت لي نظريه جديده بالفكر الاسلامي او الاقتصاد الاسلامي ولا بالادب الاسلامي، مثل مصطفى صادق الرافعي او المنفلوطي ولا هالناس الاعلام ولا حتى عبد الحليم محمود ولا فلان، هذا اللي اتكلم فيه. لكن انت جيتني من باب سياسي وتنافق سياسيا. يعني مثال حادثه تقرير اوريك النفاق السياسي، وهذه موثقه وانشرتها مجله روز اليوسف. سنه من السنين حسن البنا في مجلس المجالس ذكر الملك فاروق بسوء، وبلغ هذا الامر الملك فاروق، وهو حسن البنا حاط له عين بالقصر، قال تعال ترى الملك فاروق عنده خبر انك انت تتكلم فيه، ودرى ان الملك فاروق بيمر بهذه المنطقه. راسا جمع الاخوان ودفع لبعض الاهالي فلوس، اوقفوا للموكب الملك واشروا له وتكلموا وحيوا بكلام جميل عشان توصل الملك انه جماعه الاخوان مستقبلك بصدر رحب بحب لفاق اجتماع. هذا موثقه الكلام نشرت في روز اليوسف، وهو ذكره في مذكراته، في المناسبة مذكورة في مذكراته بأن أنا جمعت الإخوان كذا خوفا من بطش الملك. هذا النفاق السياسي. أنت رجل تأسس لك مؤسسة داخل بالداخل دولة وتدعي ما تدعي وتتزعم وتحط لي بوليس سري وتحط لي مش عارف إيش وتحط لي هيكل وعندك طموح أنك تسيطر. يعني حسن البنا زرع فكر الوصول للسلطة. طبعاً طبعاً. منذ طبعاً. التأسيس. منذ التأسيس من البداية هدف السلطة. لذلك قالوا يا مصلوا العرش مصر، قالوا كنا نعمل أكثر من 80 سنة حتى هذه اللحظة. ولا زال. وعندك حتى هني في الكويت لما تأسست حركة حدس 91 بعد التحرير، هم حطوا المسمى، ترى اختلفت المسميات، هي لعبة كلها لعبة. هو تنصلاً من تضارب رأي الإخوان أيام الغزو. أيام الغزو ناس مؤيدين، ناس مؤيدين لصدام يقول لا خلينا ننطر، ما يبي ينطر، هو عاجب الوضع ما يبي ينطر. في صور لأحد دعاة الكويت الكبار جالس، موجود باليوتيوب فيديو، جالس معهم هم يخطبون خطاب كامل، وكانوا مع ضد استجلاب القوات الأمريكية ويؤيدون ويباركون غزو صدام، وهذا الداعية جالس الآن وللأسف يحترم ما زال في الكويت ويقدر. ولو تسمع من بعض السياسيين أو تكلم بعض المسؤولين يتعذرون، لا هو كان كذي، لا الوضع شنو كان الوضع. أرجوكم سيد العزيز الإخوان المسلمين، هذا كلام أغلب الجماعات الإسلامية ضمنهم الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين أنا أمرهم معلن واضح والوصول للسلطة. صدقني لو تكلم أي إنسان مهما قالك لا إحنا مؤسسة ودولة، ماكو دولة، وبخاطرة حاط في باله هاجس الخلافة الإسلامية ويحكمها المرشد، يحكمها المرشد، هذا حلم هاجس عند الإخواني. مستحيل إذا قال الإخواني غير هالكلام خاين أو منافق. زين أنا يعجبني الدكتور طارق السودان في المناسبة يوم طلع في قناة العدالة، عجبني الرجل، عجبني جدا، رجل طلع كلمة بخاطرة وتكلم بقمة الجرأة والصراحة، بصرف النظر نكر بعض الأقوال، يقول بس اللي عجبني فيه إنه قال لك أهمه كل إنسان يمثل رأيه، أنا رأيي كذا كذا كذا، أنا يعجبني الإنسان واضح. أنا إخوانتي نعم أنا إخوانتي، أنا أتبنى هالتيار وأنا أتبنى هذا الرأي، ولا زال حتى في تويتر حاط الأربعة. عرفت شلون؟ أنا يعجبني هذا الوضوح، يريحك لما تشوف أنت معك، ما لا أقول كلمة خصم، بالعكس هم إخوان، ولا أقول إخوان مسلمين، أقول كلنا مسلمين، مثل ما قال الملك عبد العزيز بن سعود لما راح له حسن البنا في موسم الحج يقنعه بفكرة الإخوان. عجبني الملك قال له كلمة جميلة، قال له فكرتك هذه احنا عندنا اياها مؤسسينها من زمان، احنا كلنا هني مسلمين كلنا اخوان، ما نبي هالفكرة. هذا العقل السياسي الحقيقي، هذا العقل السياسي لما يتكلم احسم الموقف، مو اتكلم انا اتحالف معاهم في الباطن واغير المسميات واجلسهم هني ويعملون مكتبات وجمعيات خيرية واموال وغسيل اموال و و و لاخره. الاخوان المسلمين غسلوا اموال؟ طبعا، شلون يصير عندهم الملايين؟ يعني من اكثر الناس متاجرين في غسيل الاموال. يا سيدي العزيز يقول لك عطني الدليل، يعني يقول لك انت تتهمنا ويقول لك عطني الدليل. والله الدليل اسال فيه الحكومه، ابخص ناس، الحكومه عارفين كل شيء، بس الحكومه ما تبي تشوف. اقولهم الحكومه ابخص، الحكومه ما تبي تشوف او تشوف وما تبي تشوف. خل ارجع الى حسن البنا
وتحالفه مع الملك ووصوله. تكلمني على هذا المحور هذا على اساس اروح للمحاور الثانيه. طيب اذا انت بتختم البند هذا في خصوص لا شوف انا اتكلم عن الامام حسن البنا، انا شخصيا عجبت فيه في البدايه وقرات عنه وايد، يعني انا مكتبتي ثلاث ارباع كتب الاخوان، وانا كنت معجب بشخصيه حسن البنا وكنت حاطها عندي وحتى بتليفوني كنت معجب بحسن البنا. لكن ارجع اقول لك ما في قداسه، احنا مشكلتنا في هذا القداسه، كل انسان له عليه في اماكن معينه. لو بحسن الظن بالامام حسن البنا، لو بحسن الظن فيه اقول لك هو رجل استغل او ساذج، عرفت شلون؟ استغله قد يكون هو حب يتذاكر عليهم. لذلك شوف جمال عبد الناصر الرجل الاذكى انسان كشف اللعبه. ليش عاد حسن البنا واتكلم عن سيده، ليش عاد جمال عبد الناصر حسن؟ جمال عبد الناصر سنة ضباط الاحرار كانوا اخوان، حركه ضباط الاحرار في الاساس اخوانيه اخوانشيه صرفه حركه شوف اقدم حركه كانت ثوريه مع الاصلاح، هذا واقع، كانت حركه الاخوان اقدم واحده في المنطقه بصرف النظر على اليوم عقب النصريه. طبعا لها سبق، فاي انسان كان يدور اصلاح شيء لازم مضطر انه يمر بهذه القناه، شيء اساسي حق اي انسان يفكر بالاصلاح بصوره عامه. لذلك حركه الاخوان في البدايه في بعض الناس من المفكرين وطلبه العلم يعني التحقوا فيها بالبدايه، عقبها وخروا منهم الامام محمد الشعراوي. محمد متولي الشعراوي كان معاهم انحبس في اول طلع لهم انحبس، بعدها طلع وقال توبه من دي النوبه توبه، طلع لنا شاف العمليه حادت عن مسارها الاصلاحي ان شعارات، لكن لا العمليه ما اصلاحيه، عمليه ذاتيه، العمليه انا افكر وصولي للسلطه، انا بدمر البلد، انا ابي اوصل للسلطه باي ثمن من الاثمان. هذا اللي الامام محمد الشعراوي انتبه. جمال عبد الناصر سر العداء، جمال شخصيه ذكيه جدا جدا ذكيه، حتى لو تقرا بشخصيته ومذكراته الاخيره نزلت، وايضا مذكرات تحيه خلينا نقول انه كان متحالف ايضا، لا مش متحالف، جمال انتبه على اللعبه اللي قاعد تلعب وعرف اهدافهم وعرف مسمياتهم. جمال عبد الناصر كان ناس اللي راح اقسم وحلف على القران وبيعته لجماعه الاخوان عند قبر حسن البنا، وهذه واثقه موثقه، وهو ذكرها في مذكراته مذكوره، طبعا هو ذكرها الان تو نازل اصدار من قبل اقل من سنه، مذكره جمال عبد الناصر وموجود بالمكتبات، كتاب قيم ذكر هالنقطه. بس يقول انا ما كنت متوقع ان لهم اهداف سلطويه، احنا كنا اهدافنا اصلاحيه صرفه، لكن الجماعه يمكن منحرفين عن المسار، هي مش عملية إصلاح، عملية سلطة مثل ما يصير عندنا اليوم بالمعارضة. متى افترق جمال عبد الناصر عن حسن البنا؟ جمال عبد الناصر بعد ما بدأت قضية الاقتيالات، وكانوا قبل لا يتحركون جماعة اللي هم جماعة الضباط الأحرار. بس ليش حاولوا يقتالونه؟ يقتلوا من؟ يقتلون جمال عبد الناصر لأن كاشف اللعبة. جمال عبد الناصر السر الحقيقي أن جمال كان كاشف اللعبة. جمال عبد الناصر بصرف النظر اتفق أو اختلف معاه بكفكر العسكر، لكن أتكلم عنه، جمال عبد الناصر أكثر إنسان ممكن يشخص لك من هم الأخوان المسلمين، أكثر إنسان اللعبة كلها كاشفة وعرف شنو أهدافهم. لا قلت لك جمال كان معاهم البذرة الأساسية من فترة الثلاثينيات، كان معاهم من البذور بالأولى، لأن كانوا متفقين الوصول إلى السلطة. لا كان الأهداف على حسب استقرائي إنه كان أهداف إصلاحي، والدليل على كلامي إن جمال عبد الناصر يوم وصلوا للسلطة بعد إطاحة في الملك ترى ما كان هدفهم وصول السلطة، كان عندهم فرق سياسي فاضطروا هم يمسكون، ولما حطوا محمد نجيب كان في فرق سياسي صار، لان العمليه كانت اصلاحيه، لكن اكتشفوا بعد رحيل الملك هم ما عندهم خطه ما بعد السلطه، ما بعد رحيل الملك فقط انقلاب وخلاص، انقلاب وخلاص، ما فكروا شيء، صار عندهم فرق سياسي، لقوا الدوله فاضيه بالضبط، مثل اللي حصل الان مع السيسي، جات لهم طبق من ذهب، مو حبا بالسلطه السيسي، بس السيسي مضطر لان الوضع الحالي وضع البلد الان خلاص انتهى. حلو، فلازم انسان يكون منقذ. تفضل استاذ. فاخذ الموقف جمال عبد الناصر. نعم نعم نعم، خذ الموقف جمال عبد الناصر. ارجع اقول لك جمال كان مع حركه الضباط الاحرار، اغلب الضباط الاحرار كانوا عارفين شنو اهداف الاخوان، وان كانت في مركزيه وديكتاتوريه اسلاميه بس باسم الشعارات والدين. جمال كان كادر رئيسي وعارف حتى حسن البنا شلون كان يحب ذاته وكان يعشق ذاته وكان يفكر بانه فعلا يكون هو المرشد. وعلى فكره هذه الفكره التقطها الخميني في فتره 79، وكان الكل أيده السنة قبل الشيعة في ثورته ضد الشاه، لكن الخميني كان ذكي جدا لو تقرأ في أدبياته وكذا، خذ فكرة المرشد ويوم حتى الدستور وسوى قضية أنه يكون المرشد الأعلى، وهذا طلع له بروحه مسمى وطلع لك، خذها من وين؟ خذها من فكر الإخوان المسلمين، وهذا واقع، يعني هذا مو كلام قاعد تقول، لا هذا واقع، أنت تقرأ الاستراتيجية وتأخذ الدستور الإيراني، هو نفسه، هو نفذ اللي ما سوى حسن البنا، سوى الخميني. لذلك أول اللي عرضه الإمام الخميني بعد ما مسك
بعد السلطة عرضوا هذه الفكرة. تعال احنا ما كنا ثانيين عشان تكون انت تكون قيادة المركزية تكون مرشد الإخوان او مرشد الجمهورية الإسلامية. هذه المعارضة الحقيقية الإيرانية هنا ابتدت. حلو الفكرة. حسن البنا ثم ظهر سيد قطب. سيد قطب لم يلتقي بحسن البنا أبدا. لم يلتقي فيه؟ لم يلتقي فيه أبدا ولا عمره شافه ولا سمع. دائما منهج الإخوان سيد قطب اقرأ سيد قطب القرآن واقرأ حسن البنا. الفكر القطبي هو اللي يعني قد يعني نتكلم عن حسن البنا في بداياته. أقول لك حسن البنا فيه جوانب إيجابية. متى مات حسن البنا؟ 48 نفس 48 48 تقريبا. يعني سيد قطب ما التقى وياه؟ لا أبدا أبدا. بيك الحين الكلام. فترة حسن البنا كانت فيها إيجابيات من ناحية ثقافية من ناحية فكرية، سد فراغ، ساعد الفقراء. للأمانة في أمور إيجابيات كانت ممتازة موجودة. المشكلة كانت عند حسن البنا والناس انقلبوا على حسن البنا بالفكر السلطوي والنفاق السياسي والدجل السياسي، وهذا شأن الإخوان من بروزهم إلى اليوم. عرفت شلون؟ التحالفات ورد ويلك بالكلام وغير. هذه المشكلة. بعدها صارت الانشقاقات من حسن البنا، الاغتيالات بعد اغتيال نغراشي، الامور انفلتت حتى من ايد حسن البنا. حتى يوم طلبوه هناك قصر السرايا قال حسن البنا هؤلاء ليسوا اخوان وليسوا مسلمين. وهو الشراره، هو الشراره في احد اجتماعاته لما يقول حد يخلصنا من الوده او القدعده. النغراشي واحد من الاخوان قام وقتل النغراشي. قتل النغراشي والتحقيق قال ايش سمعش قال عنك حسن البنا هذا الجريده قال عنك شيء تبرى منك رفيجك. فهذا راح اعترف قال لا هم قالوا. يقول انا قلت حد يخلصنا اسمه يقتله. هم قام يبرر لموقفه. طيب انت سويت بوليس سري وسويت كان وياهم بالبوليس السري على فكره يا جماعه عبد الناصر، سويت بوليس سري وسويت بلشت بسلسله الاغتيالات. طبعا الان تكلم اي واحد من موجودين دواعش اليدد اللي يطلعون بتويتر يغردون وغيره وغيره، ترى كلهم داخلهم داعش يحملون هذا الفكر، الغايه تبرر الوسيله. نعم. كلهم دون استثناء، ما استثني منهم احد اللي يتبنى الفكر، بس هي تختلف نسبه وتناسب، واحد يظهره واحد ما يظهره. هني الفكر هذا اللي خلى جماعه حسن البنا تفرق معه، وهو تنفلت من ايد الامور. وحتى اللي بلغ عليهم كان هو في مكتب الارشاد واحد من الاخوان مدسوس من قبل ملك فاروق، بلغ ان حسن البنا الان في مكتب الارشاد وقتل حسن البنا. من قتل حسن البنا؟ واضحه يعني هي الاقوال كثيره جدا، بس انا اقول لك الخيارات اقتلته، طمع اقتله، طمع للسلطة هو اللي قتل حسن البنا. يعني نقول ان الملكية هي من قتلت حسن البنا. والله شوف طبعا هي واضحة وضوح الشمس، يعني ذات عقب ما فتح سادات التحقيق مرة ثانية والموضوع شائك. يعني قرأت في عدة أقوال وعدة روايات، الموضوع جدا شائك. وأنا كلمت رحمة الله عليه أخوه جمال البنا شخصيا في الموضوع، وكان يقول نفس الكلام، يقول أصلا يقول هو أخوه رحمة الله جمال البنا يقول هم قتلوه الإخوان اللي بلغ عليه أنه عند الملك فاروق أنه موجود، إذا كان الملك فاروق هم. فلا تسألني عن شخص اللي تسبب القتل، تروح للمسبب الحقيقي هو. حتى يعني كان قبل بليلتين حسن البنا بدأ ينتقد المجموعة، هي فلتت من إيد المجموعة، فلتت فكان يجب القضاء عليه. يجب القضاء عليه بالضبط. من كان بديل حسن البنا؟ كلهم، كل من يطمع بالسلطة، اللي كانوا حواليه كل من يطمع بالقيادة. هل كان حسن البنا هو المرشد الأعلى في البداية؟ طبعا طبعا كان هو القائد وسمي المرشد. طبعا كان المرشد الاعلى والقائد، وكانوا كليون يقبلون ايده وكان عامل له هاله معينه وطريقه معينه. حتى يوم كان في موسم الحج ما يمشي له معاه ناس، وطبعا هاله كانت له كبيره جدا. حتى يوم قابل الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز اشمئز من هذا الموقف، لان الرجل كان يتكلم معك بشخصيه قائد. يعني لذاك يوم طرح الفكره كاني انا راس براس، يعني هذا رجل ملك وانت تتكلم، انت رجل امير على حزب او حركه. فيا تقول لي والله تعال احنا نحط نفتح مكتب عندكم وحط استراتيجيه اللي هم نفذوها بعده. ارجع للرجل الاقوى في جمال عبد الناصر. لا ما بتكلم عن جمال، السيد قطب. سيد قطب ظهوره. سيد قطب كتب كتاب. طبعا سيد قطب لازم نعرف شغله، اخوه محمد قطب رحمه الله عليه وهو متبني لنفس خط سيد لين توفاه الله، لم يتب من التكفير وعليه علامه توفى من اشهر قليله. وراح اقول لك شنو سر سيد قطب ومحمد قطب واسامه بن لادن، بس خليني اقول لك على بس اخاف انسى ذكرني. سيد قطب ما التقى في حسن البنا مثل ما قلنا، ولم يكن من جماعه الاخوان او لم يكن من جماعه الاخوان قريب. كان رجل امه هيئته انه يكون قارئ قران كريم بس ما حالف الحظ.
رجل كان أديب ومن أفضل الأدباء على الإطلاق، لا حس وقلم جميل رشيق ولا عبارات ساحرة جميلة، وقارئ قوي، وكان متأثر من العقاد عباس محمود العقاد، وكان تلميذ العقاد، وكان دائما يقرأ العقاد ويعجب بمقالات العقاد. هذا الكلام أنقل لك إياه الآمر اثنين من صلاح الخالدي صاحب كتاب الشهيد سيد قطب وأخوه محمد قطب شخصيا، سواء من المحاضرات مسجلة ولا كتاب أصدره يتكلم فيه عن سيرة سيد قطب، وهم أخته أيضا تكلمت فيه. فهني تكلم عن سيد كان رومانسي، كان شخصيته هادية، كان يعشق الكتابة والشعر والأدب، حتى وصل، بس هو كانت أخوه يقول محمد قطب أن شخصية أخي سيد أرعن، كان متعجرف جدا، كان دائما مختال بنفسه أن أنا المثقف وأنا اللي فهمان وأنا عنده الشغلة. حتى لما تتكلم معاه وحتى لو تشوف فيديوهاته باليوتيوب، شوفه حتى في محاكمته يمشي، ومع أنه ما كاريزما على فكرة كشخص كشكل، بس شوفه نافخ صدره وشخصيته ويمشي كأنه هي أرض تهدي ما فيش حد يأدي. فكانت عنده الشخصية هذه، وهذه أخوه يذكرها فيه، وهذا اللي بيقول المفارقة اللي خلت عنده ردة الفعل يدخل مع الأخوان. سافر إلى أمريكا وكتب كتاب الشهير الأمريكا الذي رأيت، وانتقد أمريكا وسخط على، لاحظ أن هو الروح الداخلية تعكس حتى أمريكا، حد ينتقد أمريكا لها عليها، بس قولي أمريكا تطيح حظ أمريكا، أن أمريكا فيها وأمريكا فيها، يا رجل والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، لو نفسك جميلة تشوف كل شيء جميل، قول لها واللي عليها، بس ما تقول لي مو جميلة أمريكا. فكارثة هذه. الشاهد سيد العزيز بهذه الفترة هو بأمريكا سمع أو شاف ناس طالعين جنازة وكانوا الناس متأثرين، فقال شو الموضوع؟ قال له توفى بالشرق رجل اسمه حسن البنا، هو يذكر سيد قطب الحين شلون دخلت حركة الإخوان المسلمين، فقلت سمعت إن الناس، قلت منو حسن البنا؟ فقالوا رجل إصلاحي وكذا وكذا، قلت بديت أقرأ عنه يعني، وسألت عنه وشفت الجنازة، وقلنا جنازته ما حضرها ولا رجل، كلها أول جنازة نسائية لحسن، فأعجبت بهذه الشخصية. جنازة أكثرها نساء؟ ما فيها ولا ريال، ولا ليش؟ ريال ولا ريال، ممنوع من الملك عشان ما تصير أي مظاهرة ولا أي شغلة، فمنع يا أبو جنازة. حضرها مكرم عبيد؟ أبدا، حضرها والدة بس، سمحوا لوالدة إنه يغسله، وبس يغسله وخذوا حسن البنا ودفن الليلة خواته وأمه دفنوا بالليل، ما حد حضر جنازته من الرجال أبدا. فالشاهد نرجع لقضيته، فأعجب سيد قطب بهذا الرجل وعشق هذا الرجل، رجع إلى مصر، ما انضم للإخوان، رجع إلى مصر، بدأ يكتب في المجلات، وأفتكر كان في مجلة ناسيها الحين كانت حق عباس محمود العقاد، بدأ أول واحد يهاجمه، وريك شخصية الرعونة، بدأ يهاجم أستاذه عباس محمود العقاد، شوف بدأ الآن يصطدم أنه ينتقد العقاد وينتقد كذا، حتى هاجم الصحابة ومدح الخوارج. هذا بتفسير راح يلك عليه، هذا اللي عندهم هم يعتبر كأن الإنجيل، كأن القرآن، كانوا موافقون على هجوم على الصحابة على عثمان رضي الله عنه. هو بكل شيء تطاول سيد للأسف، هو رجل بلاقي وتفسيره في مواضع جميلة جدا وقوية جدا، لكن هذه الروح العدائية والروح اللي داخل المريضة انعكست في مواضع فيها طامات يخليني ما أقرأ الكتاب كله. فسيد لا أماكن الموضوع، لكن أنا أحذر طبعا من قراءة كتب، أنها كتب خطيرة، خصوصا موضوع الحاكمية لله، حاكمية لله الآن كلام حق يراد به باطل، وهذا اللي تلقفت القاعدة وتلقف أسامة بن لادن. بس خلي أكمل لك شو دخل مع الإخوان. فبعد هذه الجزئية سيد قرأ الإخوان وتأثر مع الإخوان، فرح كتب كلام شوي يغازل الإخوان ولم ينضم مع الإخوان، فاستدعوه القصر الجمهوري، استدعى جمال عبد الناصر، وهذه موجودة في مذكرات، وكان جالس جمال وما خلى سيد يقعد، فكان يكتب وكان يشوف البريد، فقال سيد جمال عبد الناصر يقول له يعني بما معناه صار إخوانشي، قال أنا مو مع الإخوان، قال أنت مع الإخوان؟ قال أنا مو مع الإخوان، بس تقدر تعتبرني من اليوم أنا مع الإخوان. شوف نوع من ردة الفعل، لأنه شاف كأن هذا يستفز جمال عبد الناصر، كان نوع من الاستفزاز، هذا قبل يصير العداء القوي اللي محاولة اقتيال جمال عبد الناصر. فجمال حذره، قال خليك في الكتابة ولا تدخل في مجالات السياسة. بعدها بعد هذه المقابلة رأسهم التحق سيد قطب بجماعة الإخوان المسلمين، وبدأ اجتهاداته الشخصية، وأبو اليعلى المودودي في الهند بدأ يقرأ كتبه، وهذه المدرستين قريبة من بعض طبق الأصل الكوبي بالتكفير، وأسسوا فكرة الحاكمية لله، وهذا اللي دخلوه على حركة الإخوان، وهني بدأ الإجرام بالإخوان المسلمين. لاحظ قد تكون عندهم قد نختلف معهم نقبلهم في البداية، في بعض الآراء السياسية نختلف فيها معهم، بس شوف وين دخل فكرة التكفير الآن مصيبة.
طالع كلام آرائهم نفس كلام أسامة بن لادن. تسمع أسامة بن لادن مستحيل تقول كلامه غلط، أن نبي حكم لله كلام جميل بس كلام حق رب. طيب من يحكم لله؟ أنت تحكم بسم الله؟ من حطك أنت خليفة على المسلمين؟ من حطك أنت وصي على المسلمين؟ هذه المشكلة اللي عقدة اللي عند الجماعات الإسلامية، ونشوفها متشابهة في داعش الخلافة. بيّلك عليهم، بيّلك عليهم حتى عند السلفية، بيّلك وين المفارقة. السلفيين يختلفون، يعني السلفية جزئين، العملية والتكفيرية، وين الالتقاء، وين الاختلاف. فيوم دخلوا الفكر التكفيري اللي هو الحاكمية لله، طبعا بعض الآن بعض الفقهاء أو أشباه الدعاة الإخوانشية اللي ما يعني ما يخجلون بأنهم ينتسبون الإخوانشية، وللأسف تلفزيون الكويت فاتح لهم ذراعه وشوفهم يطلعون صبح وعصر وليل ونهار ويتكلمون ببشوتهم كاشخين ويتحجون، وهذول الناس من راسهم لأساسهم دواعش، من راسهم لأساسهم إخوانشية. وهذه مو تقولي مو سبة، سبة ونص، شو مو سبة؟ طالما هذا الإنسان يحمل في عقليته تكفير المجتمع والمؤسسات، هذا ما يستحق يكون موضوع احترام. أقلها يا أخي، أنا ما طلع بجهاز إعلامي، أقلها أقل تقدير، ما يطلع ما يمثل الدولة حتى لا ينشر فكرهم. بالضبط، يعني أي شخصية محترمة، أي شخصية مثل خالد المذكور عسى الله يطول بعمره، شخصية ما لها علاقة في السياسة. وراح أقول لك الآن الغزو اللي في مؤسسات الدولة، اللجنة العليا استكمال تطبيق الشريعة، وادخلك في وزارة التربية، وادخلك في حتى يسمونه شؤون القصر، مستشارينها والإخوانشية اللي فيها واللي يغصون فيها، وتلاميذ سيد قطب. أوكي؟ تلاميذ سيد قطب. أوكي؟ طبعا البعض منهم مش الأجمع يعني. طبعاً لا طبعاً أتكلم على البعض طبعاً. الشاهد سيد العزيز، نرجع لموضوع سيد قطب، نرجع لموضوع سيد قطب. فسيد قطب، سيد قطب الإشكالية اللي صارت معاه هذا الفكر المتطرف والحاكمية لله مع شخصيته اللي قلت لك عنها اللي فيها استعلاء وفيها رعونة وفيها وفيها، صار خليط. الآن بعض الشباب المقرر فيهم وطلبة العلم صاروا معجبين جدا بأسلوب سيد قطب في الكتابة. سيد قطب أصدر كتب، سلسلة كتب ما لها علاقة في الإخوان، التصوير في القرآن الكريم، نزل الشواهد من القرآن الكريم، نزل بعض تفسير سورة الزخرف، نزل عقبها اعتقل كذا مرة، وأنا ما بيخلي الحلقة عن سيد قطب بس قاعد أحاول أوصل على محاد سريعة. أي فهذه الأمور اللي كتابها سيد قطب انعجبوا فيه، لمع نجمة. كذا مرة يبون سيد قطب يعتقلونه، يا سيد خليك وش ولد مش تحت الساس. أبدا، صار بطل باعتقاله. الآن حتى هو كان عنده أراء بأن المجتمع كافر وحكم العسكر كافر ويجوز قتل العسكر، لذلك صارت مذبحة بورسعيد. على الرغم من السيد قطب لم يكن ملتحي يعني، ولا ذاك التدين العالي يعني، وكان جنتل وكله بدلة وأفندي وكاشوك وزينة وش حالة، عكس حسن البنا. لا حتى حسن البنا أنيق جدا. نعم. يلبس البدلات الألمانية، شوف أحلى جاكيتات يلبسهم، شوف الصور والبرنيطة الأوروبية ويلبس سيد العزيز هذه اللباس، هذه صارت أنا بالنسبة لي أشوفها حتى عند بعض الأحزاب السياسية والقنوات الفضائية اللي تتبع بعض الدول سواء في الخليج ولا كذا، هي رزقتي على هذه الدولة تعطيني وتمول قناتي، فلازم ألبس زيهم. إن كنت مربي لحية حط جداشة هدد، قطرة هدد وجداشة، لازم رزقتي هذه. فالآن صار دكان، لكن الحمد لله إحنا في مجتمع الآن أو المجتمعات العربية والخليجية بالذات بعد الخريف العبري هذا اللي مرينا فيه، الناس وعت، صار عندها وعي كبير جدا. الناس يا أستاذ محمد كلهم متدينين والناس فيهم دين ويحبون الدين وكلنا بالفطرة مسلمين، ما نحتاج إحنا نقول والله فلان يمثلنا ولا حزب يمثلنا. الإسلام أكبر من المذهبية وأكبر من الإخوان وأكبر من السلفية، بس كافي. أنا أتمنى إحنا نوصل مرحلة أن فعلا خلاص إحنا نقدم 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 حلول اجتماعية. تفضل استاذ. بروح على ديوان الصحافة وبرجع لك على المحور الأخير، راح نتكلم على قضية انتقال فكر الإخوان إلى دول الخليج، راح يكون المحور الأخير تكون جاهز فيكم مختصر على أساس إن شاء الله نتواعد نكون في حلقة ثانية نتكلم عن الموضوع. راح نروح ديوان الصحافة وبرجع لك عن المحور الأخير، كيف انتقل فكر الإخوان إلى منطقة الخليج وليش الدولة دعمت هذا الفكر، راح نتحاور عليه إن شاء الله. أرحب زميلي الأستاذ محمد العدمي، مرحبا فيك أستاذ. حياك الله أبو أحمد، كذلك الشيخ، كذلك الضيف، ومسي أخوي صلاح. يعني بعد الحديث عن الإخوان اليوم نتحدث عن كلمة سمو أمير البلاد التي ملأت عناوين صحفنا والتي تتحدث بأنه لن يكون هنالك السماح لأحد بالعبث بأمن الكويت واستقرارها. نذهب في البداية إلى جريدة الشاهد ونشوف العناوين الرئيسية.
العنوان الرئيسي لجريدة الشاهد يقول: الأمير لن نسمح لأحد بأن يعبث بأمن الكويت واستقرارها. المواطنون: نؤيد الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية للحفاظ على البلد. قانون جديد للإيجار وأسعار العقار لمواجهة الغلاء سيصدر في دور العقاد المقبل والداخلية. لا صحة لاستخدام أسلحة وقنابل غازية محرمة دوليا، وإدعاءات وأباطيل زائفة لن تنطلي على الشعب الكويتي. رواتب العاملين بالحكومة في البنوك 20 الحالي وخريجي الأكاديمية التغيير قادوا عمليات التغريب والفوضى في البلاد، مراهقون وأطفال مدربون على الكر والفر ومواجهة الأمن. الأردن يتجه إلى حظر جماعة الأخوان المسلمين، والبرلمان العراقي يحدد الأحد المقبل لعقد جلسة استثنائية، والصانع البديل الاستراتيجي سيشمل توحيد الرواتب مطالبا بزيادة معاشات المتقاعدين. داعش ورطت شركة كويتية وضبط كويتيين، وأربع سعوديين روعوا الأهالي بمسيرات صباح الناصر. الأخوان يسحبون أموالهم من البنوك بهدف إثارة البلبلة وإرهاب المواطنين. هذا أبرز ما طرقت له جريدة الشاهد في عناوينها ليوم الأربعاء. ننتقل معكم إلى جريدة السياسة، وكذلك العنوان الرئيسي يتحدث عما قاله سمو أمير البلاد: الأمير لن نسمح لكائن أن يعبث بالأمن. وجهاء وأهالي الديوانيات العاصمة والفروانية أكدوا تأييدهم لمواقف سموه. حجيلان: سموه والد الجميع والشعب قدم الولاء لآل الصباح، ونأمل تفعيل خطابكم السامي. الدويش: التجمعات الأخيرة أمرها بيد السلطة، وندعم رجال الأمن لفرض الأمان والاستقرار. العتيقي: تفعيل الاتفاقيات الدولية والعلاقات الخليجية لنكون في مأمن مما تشهده المنطقة. الجلال: كلنا أمل بقيادتكم الحكيمة في تجاوز المرحلة وتطبيق القانون على الجميع بحزم. دعاة الكويت يرفضون إساءات داعش، لا نقبل بغير آل الصباح حكاما وقادة. الفهد: طلب شهادة محمد الصباح والخليفة في بلاغة التحويلات المزعوم. السيف: لا صحة لاستدعاء لمحمد. الرواتب في حسابات الموظفين 20 الجاري، وموظفي النفط الخاص يضربون 15 الجاري. هذا أبرز ما طرقت له جريدة السياسة ليوم الأربعاء. ننتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى جريدة الأنباء. الأمير: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار الكويت. صاحب السمو استقبل عددا من وجهاء وأهالي ديوانيات محافظتي العاصمة والفروانية، وأكد لهم أن رخاء أبناء الوطن أمانة في أعناقنا. لا صوت للحكومة في مداولات حقوق الإنسان، وإسرائيل تستدعي 40,000 احتياطي وتهديد باجتياح غزة. هذا أبرز ما طرقت له جريدة الأنباء. انتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى جريدة الجريدة، وكذلك كلمة سمو الأمير هي العنوان الرئيسي: الأمير لن نسمح بالعبث. أمن الكويت أمانة في أعناقنا، ولا للمساس بسلطاتها أو مؤسساتها الدستورية. أهالي ديوانيات العاصمة والفروانية أكدوا خلال لقائهم بسموه دعمهم لإجراءات حفظ استقرار الوطن. الفهد يطلب شهادة محمد الصباح وخليفة العلي في بلاغه. هذا أبرز ما طرقت له كذلك جريدة الجريدة من عناوين. ننتقل أعزائي المشاهدين إلى جريدة النهار، ونشوف العنوان الرئيسي: الأمير لن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن الكويت واستقرارها. سموه استقبل وجهاء ديوانيات العاصمة والفروانية بحضور سمو ولي العهد. استقرار الكويت ورخاء شعبها أمانة في أعناقنا، ولن نقبل المساس بالمؤسسات الدستورية. أصحاب الديوانيات يؤكدون تأييدهم للإجراءات الأمنية. لا نية لإزالة أستاذ جابر، ولا صحة لوفاة كويتي في سجون الإمارات. هذا أبرز ما طرقت له جريدة النهار. انتقل وياكم إلى جريدة الصباح. الأمير لن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن الكويت واستقرارها. سموه تسلم رسالة خطية من خادم الحرمين، واستقبل عددا من وجهاء العاصمة والفروانية. الحفاظ على أمن الوطن مطمئنا، ورخاء أبنائه أمانة في عناقنا. ممثلون المحافظتين: نؤيد تماما ما جاء في خطاب سموكم، وندعم جميع الإجراءات القانونية التي تحمي البلد. الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مسؤولية كل مواطن شريف في هذه الديرة.
لحمود نبذل جهودا كبيرة لدعم الشباب وفق خطة استراتيجية. السفير البعيجان لا صحة لوفاة كويتيين في السجون الإماراتية. البحرين تطرد مساعد وزير الخارجية الأمريكي اتهمته بالتدخل في شؤون الداخلية للقائه بأس شخصيات من المعارضة. هذا أبرز ما طرقت له جريدة الصباح. جريدة الرأي تقول في عنوانها الرئيسي: تعيين المتقاعدين على بند المكافآت وزيادة المساعدات الاجتماعية مسعى برلمان لتكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص. سلمان الحمود للشباب: اقرأوا ما يحدث في الجوار، نقف مع وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن. وكذلك تقول جريدة القبس: الأمير لن نسمح لكائن من كان أن يعبث بالأمن والاستقرار. وجهاء محافظتي العاصمة والفروانية كل الدعم للإجراءات الأمنية. حريق السبعين باصل: البحث عن حدث عبث عبا وقودا وقصد كراجل الحافلات، والأنصار يقول إجراءات الأمن والسلامة غائبة. لا تكسير في العاصمة وسلمان الحمود: الدراسات تؤكد قابلية الأستاذ جابر للتشغيل. وأحمد الفهد: طلبت شهادة محمد الصباح وخليفة العلي. هذه أبرز ما طرقت له صحفنا في أعدادها ليوم الأربعاء. ننتقل إلى زميلي محمد الملا. شكرا أستاذ محمد على هالأخبار. أرجع لزميلنا أستاذ بليز وأنتقل للسؤال للأستاذ أبو عبد الله. سؤال الثالث هو يعني بالصميم أنت عبد العزيز، يمكن هو نفس السؤال اللي أو المحور اللي رجع عليه أبو أحمد. رأيك في جماعة الأخوان المسلمين؟ ترى ما سمك عدل. كيف تقيم جماعة الأخوان المسلمين في الخليج العربي؟ لماذا انتقلوا من مصر وأصبحت لهم يعني خلينا نقول بعض الأذرع في مثلا تونس، في الجزائر، وأيضا انتقلوا إلى الخليج؟ حلو، سؤال جميل أستاذ العزيز. احنا نحاول نوضح، احنا مش كل لازم نتكلم عن الخلفيات الثقافية أو الاجتماعية لكل بيئة. الكويت تقريبا مشابهة لمصر بطبيعة ناسها وطيبتهم. الكويت متدينة من عمرها، مو شيء قريب عليها. والله حتى الحجاز وبلاد الحرمين، المنطقة هذه أساسا يعني كلها كانوا ناسها كلها بالفقر، وكانوا ضمن يعني حياتهم معيشتهم، وكان فيهم علماء كبار سواء عندنا في المنطقة أو الحجازة أو الحسا ولا كذا ولا في حضرموت. عندنا علماء كبار حتى في المنطقة، الله يرحمه عبد العزيز الملا عبد العزيز حمادة، ولا الشيخ مسعود الصلال، ولا العلماء الكبار عبد الله خلف الدحيان. الظروف السياسية اللي كانت في مصر بفترة بالذات بعد أحداث فلسطين 46 والانقلاب اللي صار على الملك وصعود العسكر والخصام اللي كان بين العسكر وبين أيضا الإخوان المسلمين، شد عليهم بالذات عقب قضية الاغتيالات وطبعا أواخر الأربعينيات. شغلتين: الشغلة الأولى الابتعاثات الدراسية اللي كانت بالكويت بداية ظهور النفط، أن الكويتيين كانوا يسافرون مصر، الدولة الوحيدة كانت في المنطقة، يعني طبعا العراق وكانت مصر، وكان بس أنشط دولة وأقدم دولة من ناحية القانون ولا دراسة الفلسفة ولا دراسة التجارة ولا أيا كان، كانت مصر هي قبلة المثقفين وقبلة القاصدين وطلاب العلم في كل المجالات، والأزهر الشريف كان هناك. فكانوا المبتعثين الخليجيين لما يروحون هناك مصر يلتقون بمن أنشط حركة ومتعاطفين معها عاطفيا، حركة الإخوان المسلمين. وكانوا حركة الإخوان المسلمين عندها كوادر تزرعها بأن تلتقط الشباب اللي كانوا هناك، يروحوا مبتعثين صغار، كم عمره 19 سنة 20 سنة، يروح عند هالناس، هذا واحد عمره 30 35 سنة، يعمل له غسيل مخ وأن هذه الحكومة كافرة وش عارف إيش وتعالى وإحنا نحتاج إلى الإسلام والإسلام محتاجكم وكذا. فييك هذا الشخص الكويت خلاص يالك إخوان، مكينة إخوان، مغير هناك مكينة وياك مكينة إخوان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد ما يعني انقلاب جمال عبد الناصر عليهم وزجهم في السجون، خلى البعض منهم يهرب إلى الخليج، تحديدا الكويت والسعودية. السعودية حجمتهم البداية، لكن الأمور فلتت من يدها وصاروا الآن عندك أغلب الدعاة يطلعون في التلفزيون أغلبها إخوانشية، إن كان ظاهرا أو باطنا، وراح يعيد الأيديولوجية الإخوانشية في الكويت. يو وأغلب اللي يو الكويت أغلبهم مطرودين من مصر وعليهم أحكام، إما كان مسجون أو مطرود. التقطتهم الكويت، التقطتهم بعض التجار اللي يدور وجاهة، اللي يدور مكان اجتماعية،
وأسسوا جمعيات، أسست جمعية الإرشاد 52 و 53 وأغلقت سنة 59 أستاذ محمد، عارف ليش؟ لأن كانت مشتبه فيها تمول جماعة الإخوان في مصر اللي كان لها علاقة بمحاولة انقلاب أو اغتيال جمال عبد الناصر، فأغلقت سنة 59. في مستند على هالموضوع؟ هذا موجود، الحكومة سكرتها، الحكومة الكويتية سكرت سنة 59، ويا لها كلام وثائق مؤكدة من مصر للحكومة الكويتية موجودة عندهم، لذلك أغلقت بشكل رسمي، السند إنه شكل رسمي أغلقت. وتأسست بعدها بسنتين جمعية الإصلاح اللي هو طبعا هي نائبة عنها، نائبة عن حركة الإخوان. طبعا لما نتكلم عن جمعية، الناس طبعا ذيك الفترة ناس على بسيطين جدا ما يعرفون هالشعارات، أغلب اللي انضموا ما يدرون الشعارات، لكن الكوادر الرئيسية يدرون فكر الإخوان وكتب الإخوان يدرس فكر الإخوان. كان هذا الناس والمؤسسين والعلماء وكل واحد لدوره، أنا شيخ أسوي لي حلقة أمسك لي كتاب فقه ولا كتاب العقيدة وأدرس، ما له علاقة في السياسة، بس أنا انتمائي للإخوان. تلاحظ هان لعبة شو الدينية، أنا الحين أدرس كتاب العقيدة، العقيدة الوسطية، فقه الشافعي، الفقه المالكي، ودروس، وأنت رايح ورات كل يوم عندي في الديوانية وقاعد، بس تدري أن هذا الشخص اللي قدامك الشيخ فضيلة الشيخ هذا إخوانشي، تدري أنه عنده إشكالية سياسية وكان مسجون، بالتالي هذا الشيخ يشوف له 4-5 من مريدينه وعاد يسوي له غسيل مخ، دخل وياه بجانب الديني، أسسه كويتي ما حد يحاكي، خله برز بفترة الثمانينات والسبعينيات نجمة، والله فلان شيخ منبر يقلد عبد الحميد كشك ولا يقلد لي فلان ويطلع، والناس روح ما تدري ايش سالفه. طيب لاحظ ايش قمنا نسوي، قاموا يفرخون الاخوان المسلمين كوادر كويتيه، والجمعيه الحاضن الرئيس لهم، الجمعيه حاضن رئيسي ولا زال ولا زالت الجمعيه نشاط سياسي ثقافي اجتماعي، لكن اهدافها نرجع اقول لك الى المركز الرئيسي في المملكه العربيه السعوديه، حجم دورهم ما لهم نشاط يذكر، ولكن بالخفية أسسوا مشايخ وعلماء ودعاة وإن كانوا سلف. وهذه المشكلة الثانية اللي بيتكلم فيها، ترى الإخوانشي الإخوان مو مذهب، الإخوان قد يكون صوفي، قد يكون سني، قد يكون سلفي، قد يكون وهابي، قد يكون هذه كلها، قد أوزاعي، قد يكون ظاهري، قد يكون على مذهب ابن حزم، هذه كلها واردة، بس الفكر حتى داعش الآن وبردلك على داعش وكذا كلهم الفكر المنبت واحد، المنبت واحد. فلذلك صارت عندك المشكلة أن الحكومة كانت تدري بهالشيء، على عينك يا الحكومة، الحكومة يوم كبرتهم بقصد أو دون قصد تبي تضرب التجار، ما رد التجار تحالفوا مع الإخوان وصاروا ضد الحكومة، وصاروا ضد الحكومة لعبة. من الضحية؟ الضحية عيالي وعيالك، الضحية أنا وأنت، لما نروح إحنا كلنا فينا دين، نود نسمع شوي واحد يغسل نفسه، يسمع روحانية، كلمة جميلة، ذكر الله، صوت جميل، قارئ جميل، إمام مسجد يصلي فيني صوته حلو، عرفت شلون؟ درس جميل في رقائق، بس أنت تعال وراها الرقائق شنو وراها؟ وراها الغام، وراها سوالف، أنت قاعد مع ناس عليهم علامات استفهام. ولاحظ أغلبهم أولهم حسن أيوب رحمة الله عليه، هذا الرجل كان مسجون في سجون جمال عبد الناصر، جاء في الكويت وكان من مؤسسين جمعية الإصلاح الاجتماعية، وهذا الرجل معروف توجهه السياسي وآراء السياسية وكلامه. وروح الآن أي تسجيلات هني بحولي دش واشتري أشرطة واسمع بالذات الآراء السياسية وتنباع، هذه كارثة. فهم انتشارهم يا من بعد سجون جمال عبد الناصر أو حركة اللي صارت بينهم أو خصومة مع جمال عبد الناصر، يو بثوا سمومهم في الخليج علينا، في الكويت وفي السعودية. السعودية كثر الله ألف خيرهم في حزم، بداية من الملك عبد العزيز حزم الموقف، انتهى الموقف. في الكويت لا، الكويت ما زالت عندها المراهقة السياسية، تتصورنا بالتحالفات هذه والجذب والرد أني أنا ممكن أكسب جولات، لكن ما تدري هي على المدى البعيد الآن تخطف ثمارها. وللأسف الكويت ما استفادت من درس القزو، ربت الإخوان وكبرتهم، وفي القزو ما كان موقف، لا يقولك والله إحنا كنا بالغزو تكافل اجتماعي وكنا نسوي جمعيات، يا كل الكويتيين كذي مو بروحكم، بس أنتوا على راسكم ريشة، كل الكويتيين كذي، ما في كويتي في الكويت ما سوى، حتى غير كويتي، البدون، الوافدين، الكل موجود كان على أرض الكويت صامد، كنا إحنا متكافلين الكويتيين، لا حد يزايد. وكنا كلنا نشتغل لخدمتهم. كلنا نشتغل. أساس الوقت. فضل. إن شاء الله في حلقة ثانية نكمل موضوعنا إن شاء الله في عن قريب إن شاء الله، كل موضوع الإخوان المسلمين وخاصة نركز على محور الخليج العربي، فكرهم كيف انتشر، شون شبابنا اليوم نشوف هناك صغار يعني تركيزهم على الأوقاف ووزارة التربية والجامعات، وشون بدأ الفكر يتغلب، والقاعدة والإخوان والقاعدة وتفرقها، راح نتكلم على هالموضوع إن شاء الله في حلقة ثانية. أنا استمتعت وياك أستاذ عبد العزيز، الله يديمك الله يديمك، وأتمنى الإخوان اللي يقولون إحنا متحاملين، إحنا نريد أن نوضح أمور بالضبط وفكر
لو كان فكر سياسي مثل الأفكار السياسية الثانية اللي تختلف في وجهات النظر ما عندنا مشكلة، لكن هو الانقلاب على هالبلد ونشر فكر مختلف عن المجتمع هذا يضر من نرفضه، وهذا هدفنا الإصلاح. هذا التطرف بكل أنواعه. أستاذ عبد العزيز القطان شكرا لك. أتشرف فيك. وشكرا لك أستاذ محمد وشكرا لك. الله يسلمك عبيد مشكور. للتنويه أعزائي المشاهدين باكر إن شاء الله الساعة 10:30 تماما إن شاء الله مساء راح يكون معانا الشيخ صباح المحمد سعود الصباح رئيس تحرير جريدة الشاهد، وحديث ساخن عن الإخوان المسلمين وتغلغلهم داخل الدولة، وسوف نكشف الأسماء والحقائق. ترقبونا باكر بإذن الله في تمام الساعة 10:30 مساء. الكويت أولا والله يصح الحال. We'll be right back.